السلام عليكم الزلفلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياسك اخبار تي في التي تاتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد باذن الله. كما راكم تشوفوا يعني والله صراحه صحافه الرخص والطحين وصحافه العار كذلك. شوف يعني العنوان الشبيبة تهان، يعني عنوان مستفز رغم ان المباراة ودية فقط. قبل ايام خسرت المولودية ضد فريق الدرجة الثانية وما شفناش مثل هذه العناوين، يعني الكل ضد شبيبة القبائل. ومع الاسف يعني والله صراحة مع الاسف احنا ما راناش واقفين معها، الكل يتمنى السقوط للشبيبة، والكبير ان البعض من اهل المنطقة يعني ليزيز كلافي يتمنوا ذلك. يعني شوفوا العنوان قال لك اول هزيمة في العام الجديد تاع شبيبة القبائل، الشبيبة تهان، قال لك الشبيبة تهان بثلاثة والله بثلاثية امام كيزل الكازاخستاني والقادم اصعب للكناري بالرغم من انها مباراة ودية فقط. هذا العنوان صراحة ما عجبنيش بزاف تاع صحافة العار والرخص والطحين هذه. نتمنى وان شاء الله خوتنا تعطيونا الاراء تاعكم في التعليقات لي كومونتير، واش رايكم في هذا العنوان يعني اللي كتبوه. اما بخصوص قال لك بن العمري بهلولي وبن خماسه يؤجلون توقيعهم ويرشان تحت الضغط، الاداره تكذب خبر منعها من تاهل جدد، واعطيونا الراي تاعكم.